السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي لغات. هنستكمل مع بعض دروس الألجبرا. بعد ما عرفنا الكيوب روت ايه هو وعرفنا الرولز اوف كيوب روت في الفيديوهين اللي فاتوا، طيب هنبتدي دلوقتي ازاي نعرف نجيب الكيوب روت فور اني نمبر. طيب example 1 بيقول لي find each of the following الكيوب روت اوف 216. طبعا هنا ممكن نجيبها بطريقتين، directly بالكالكوليتور or بطريقة الفاكتورايزيشن ميثود. يبقى هنا ممكن نجيبها بالفاكتورايزيشن ميثود. طبعا طريقة الفاكتورايزيشن سهلة جدا، ماشي. هنبتدي نعمل كولن كده وهنبتدي نقول 216. طبعا ال 216 هنا divisible by 2 لانه even number، بيبتدي ب even number. هنعمل divided by 2 يبقى هنا 108 divided by 2 equals 54 divided by 2 equals 27. ال 27 هنا divisible by 3 يبقى هنعمل divided by 3 equals 9 divided by 3 equals 3 divided by 3 equals 1. يبقى هنا طريقة الفاكتورايزيشن ان احنا بنعمل فاكتورايز لل 216 to its prime factor. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل group of 3 numbers، يعني كل 3 بناخدهم مع بعض، كل 3 numbers بناخدهم مع بعض. هنا عندي 3 2s وهنا 3 3s، يبقى هنا بناخد ال 2 واحدة وال 3 واحدة، يبقى ال cube root لل 216 equals 2 times 3 equals 6. اوكي okay. يبقى طريقه الفاكتورايزيشن ميثود سهله جدا جدا جدا، فش اي حاجه. طيب نيجي هنا الكيوب روت للنيجاتيف 343 سهله جدا برضو. احنا عارفين الكيوب روت للنيجاتيف لاني نيجاتيف نمبر equals نيجاتيف، يعني هنا نقدر ان احنا نخرج النيجاتيف نمبر بره ونبتدي نعمل فاكتورايزيشن لمين؟ ال 343 هنلاقيها ان هي divisible by 7، هنلاقيها ان هي divisible by 7. طبعا هنا 343 divided by 7 equals 49، 49 divided by 7 equals 7، and 7 divided by 7 equals 1. هنا عندي 3 numbers، هعمل group of 3 يبقى هنا equals negative 7. طيب نيجي لل cube root لل 64 over 125. هنا بنعمل factorization لل 125 factorization لل 64. نيجي هنا ال 64 divisible by 2 equals 32 divisible by 2 divided 2 equals 16, divided 2 equals 8, divided 2 equals 4, divided 2 equals 2, divided 2 equals 1. طيب هنبتدي هنا نعمل group of 3، كل 3 numbers هنحطهم مع بعض، هنبتدي ناخد واحد من كل number. يبقى هنا ال 64 equals 2 times 2 equals 4، ال cube root ل 64 equals 4. نفس الكلام هنا ال 125. طبعا هنا ال unit digit of this number is 5 so it divisible by 5. okay يبقى هنا 5 equals 25 divided by 5 equals 5 divided by 5 equals 1 divided by 5 equals 1. هنعمل group of 3 يبقى هنبتدي ناخد ال 5 بس. يبقى هنا عندي ان ال cube root of 125 equals 5. طيب انا عارف ان الكيوب روت ممكن يحصل له ديستريبيوشن على الفراكشن، يبقى هنا دي equal كيوب روت لل 64 over الكيوب روت ل 125. الكيوب روت لل 64 احنا جبناها 4 يبقى هنا 4 over 5 والكيوب روت ل 125 equal 5. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. طيب هنا الكيوب روت لل 8 بالكالكوليتور على طول ممكن نجيبها تطلع نيجاتيف 2 اوفر 3، او نعملها بطريقه الفاكتورايزيشن ميثود
طبعا انا هنا بخرج النيجاتيف، مش باخدها معايا في الفاكتورايزيشن، بعمل فاكتورايزيشن للايد فقط. يبقى بقول 8 divided 2 equals 4 divided 2 equals 2 and divided 2 equals 1 so cube root لل 8 equals 2 اللي هي فوق. again ال cube root لل 27 divided 3 equals 9 divided 3 equals 3 divided 3 equals 1 بناخد 3 واحدة اللي هي ايه 2 over 3. طيب نبتدي ان احنا دلوقتي نشتغل على الكيوب روت. ازاي نحسب الكيوب روت لاي نمبر؟ نحل الكيوب روت للإكويجن. طيب لما بيجي مثلا يقول لي ايه find the value of x، هنا عايز ال value of x. number one ودي موجودة في كتاب المدرسة، ال cube root لل x equals 5. احنا اخدنا وقلنا ان ال power 3 دي operation mathematical operation، وقلنا ان ال inverse operation بتاعها هي ال cube root. هي ايه الكيوب روت؟ يعني لو انا عندي 2 سايدز اوكي، والسايد الليفت هاند سايد عليه باور، عشان اشيل الباور من الليفت هاند سايد يبقى لازم اقصر بالكيوب روت هناك. ولو عندي هنا الكيوب روت لنمبر ايكوالز نمبر تاني، عشان اشيل الكيوب روت من الليفت هاند سايد لازم اقصر بالباور هناك، لازم اقصر بالايه بالباور هناك. طيب نيجي هنا، هنا انا عايز اشيل الهدف بتاعي ان انا عايز اجيب الفاليو اوف اكس، يبقى هنا الفاليو اوف اكس انا لازم اشيل الكيوب روت من الليفت هاند سايد. عشان اعمل ريموفنج الكيوب روت للليفت هاند سايد والاكس تبقى في سايد الون، يبقى لازم اقصر هناك بالباور، لان الكيوب روت الانفرس اوبريشن بتاعها هي الباور، وهنا الاكس ايكوالز 125. طيب دي نمبر 1. نمبر 2 نفس الكلام، هنا الكيوب روت للاكس equals 1 over 4، يبقى هنا عايز اجيب الفاليو اوف اكس، يبقى هنا الفاليو اوف اكس اوكي هشيل الكيوب روت من هنا واقصر الناحيه الثانيه بالباور 3، يبقى باور 3 تطلع 1 over 64. تمام. طيب نيجي هنا الكيوب روت نمبر 3، الكيوب روت للاكس equals نيجاتيف الكيوب السكوير روت للفور، نيجاتيف السكوير روت للفور. طيب انا عايز اشيل الاكس، عايز اخلي الاكس لوحدها في سايد لوحدها، يبقى لازم اشيل الكيوب روت. طب عشان اشيل الكيوب روت يبقى لازم اقصر الناحيه الثانيه بالباور 3. طيب انا عندي هنا النيجاتيف ما اقدرش اعمل فيها حاجه، الكيوب السكوير روت للفور ب 2 وال باور 3. طيب انا عندي لما يكون الباور اود مش بيشيل النيجاتيف، بالعكس ده بيريجكت النيجاتيف اوتسايد او بيطردها بره، و 2 باور 3 ايكوالز 8، يبقى الانسر بتاعتي الفاليو اوف اكس ايكوالز 8. سهل جدا يا جماعه، والكيوب روت ما فيهوش اي مشاكل. اوكي طيب هنا الكيوب روت للاكس ماينس 3 ايكوالز نيجاتيف 1، فايند اكس، فايند اكس برضو سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، هي بس القصه كلها لو فهمنا ايه الاهداف بتاعتي اللي همشي عليها هبتدي امشي ايه صح. طيب هنا انا عايز اخلص الاول من الحاجات اللي مرتبطه بالاكس، فهنا لقيت في نمبر بالماينس مرتبط بالاكس اللي هو 3، ماشي. طيب اخلص منه ازاي؟ طبعا كلنا بنقول نوديه الناحيه الثانيه، ماشي، ودي بنقولها كده اختصارا، لكن ما فيش حاجه في الماس اسمها نوديه الناحيه الثانيه، ماشي.
امال ايه اللي بيتقال؟ اللي بيتقال دلوقتي ان الصح هنا ان انا عايز اخلص من النيجاتيف 3، يبقى هعمل بلس 3 فور بوث سايد، وهنا برضو بلس 3. اوكي، هنا هيتفضل عندي الكيوب روت للاكس، وهنا هيتفضل ان دول خلاص ايكوالز كانسلد، لان نيجاتيف 3 بلس 3 ايكوال 0، وهنا ايكوالز 2. تمام، لكن كل الناس بتقول هنودي النيجاتيف 3 هناك الناحية التانية بعكس الساين. ماشي، طيب هنا الكيوب روت، عايز اشيل الكيوب روت يبقى الاكس تكون لوحدها، يبقى لازم اقصر الناحية التانية بالباور 3. يبقى الاكس ايكوالز 2 باور 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 8. ما فيهاش اي حاجة، سهلة جدا. طيب نيجي هنا بقى، الاكس باور 3 ايكوالز نيجاتيف 8. هنا العكس، انا عايز اشيل الباور من الاكس، يعني اخلي الاكس لوحدها، يبقى لازم اقصر الناحية التانية بالكيوب روت، يبقى هنا الكيوب روت اوف نيجاتيف 8. طبعا انا عارف ان الكيوب روت لاي نيجاتيف نمبر بيكون نيجاتيف، يعني هخرج النيجاتيف بره، والكيوب روت لل 8 ايكوالز 2. تمام، طيب ناخد حاجة تاني، مثلا هنقول ال x power 3 equal 64. طيب يبقى هنا ال x، عشان اشيل ال power من على ال x، يبقى لازم اقصر الناحية التانية بال cube root لل 64 اللي هي equals 4. تمام، طيب هنا مثلا ال x power 3 plus 5 equals 32. زي ما احنا قلنا بنتخلص من اللي مرتبط بالاكس الاول بالبوزيتيف بالبلس او ماينس، هنا بلس 5 يبقى اللي خلصني منها نيجاتيف 5، وهنا نيجاتيف 5. اوكي، دول كانسلد، هيتفضل عندي اكس باور 3 equals 32 minus 5 equals 27. هنا عايز اشيل الباور 3، يبقى الاكس تكون لوحدها، يبقى لازم اقصر الناحية التانية بالكيوب روت لل 27 which is equal 3. تمام، طيب ناخد اكزامبل تاني برضه عشان نحل اكبر قدر ممكن من الاكزامبلز. طيب هنا برضه 2x power 3 equals 54. وبالمناسبة ان المسائل دي موجودة في كتاب المعاصر، فيا ريت نتابع معاها بعض. هنا بلاقي ان الاكس باور 3 مرتبطه مع ال2 بالمالتبلاي، مين اللي خلصني من المالتبلاي؟ الديفايد. يبقى هنعمل مالتبلاي بول سايد باي 2، يبقى دول كانسلد مع بعض، يبقى هنا الاكس باور 3 ايكوالز 27، يبقى الاكس ايكوالز كيوب روت ال27 ايكوالز 3. اوكي، طيب ناخد اكزامبل تاني، 1 over 5 x power 3 equals negative 200. طيب هنا عشان اخلص من ال 5، ال 5 دي موجودة في الفراكشن، يعني معناها بالظبط ان هي موجودة مرتبطة بال x power 3 بال divide، يبقى نعمل multiply both side by 5، وهنا by 5. ال 5 cancelled with 5، يبقى ال x power 3 equals negative 1000. يبقى هنا ال x equal cube root ل negative 1000 which is equal negative 10. وبكده نكون حلينا how to find the value of any cube root of any number and we find the value of x from any equation. تحياتي لكم مستر هشام اسماعيل، واسف جدا على التأخير في تحميل الفيديوهات لديك الوقت. وما ننساش اول حاجة هنعمل لايك للفيديو، ماشي، وبعدين هنعمل سبسكرايب او اشتراك، تمام، وهنفعل علامة الجرس بحيث ان يجيلي اول ما فيديو ننزله على اليوتيوب على طول تكون على متابعة بقناتنا على اليوتيوب. في حاجة تاني، انا عايز كل اللي بيتفرج على الفيديو لو في اي سلبيات في الفيديو يقول لي عليها عشان نحاول ان احنا نحسن من الاداء في الفيديوهات اللي جاية باذن الله.
تحياتي لكم مستر هشام اسماعيل، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش بصالح الدعاء. السلام عليكم.